مأساة في رحاب الحسين عليه السلام. الثورة الحسينية وبناء الاستعداد الفكري والعاطفي، إن معالجة الآفات ورفع المساوئ والرذائل يحتاج إلى تضافر جهود المخلصين بمعرفة وتعريف الناس حقيقة الحسين وحقيقة نهضته وثورته ومركزيتها وامتدادها الزماني والمكاني منذ بدء الخليقة إلى يوم الدين. فثورة الحسين عليه السلام هي النبض والحياة لكل ثورة حق، وكل كلمة حق تصدر من مظلوم ومستضعف، وهي سيف بوجه كل طاغ وظالم، وهي الأنيس لكل حزين ومكروب، وهي الأسوة لكل معذب ومضطهد ومظلوم. فالثورة الحسينية شيدت الأساسات الصلبة المتينة العميقة التي يراد منها الامتداد وأخذ الثأر وتشييد وحمل البناء المتكامل لدولة العدل الإلهي، حتى يتحقق شعار الإمام الحسين عليه السلام في استقامة الدين والإصلاح في أمة الإسلام العالمي الرسالي، وتهيئة الكوادر والقواعد المستعدة كل الاستعداد للتضحية والفداء والسير في طريق التكاملات الفكرية والعاطفية والسلوكية، حتى الوصول للمواطنة الواعية الرسالية الصالحة لنصرة الحق وتحقيق دولته المقدسة والحصول على السعادتين في الدنيا والآخرة. مقتبس من بحث الثورة الحسينية للسيد الأستاذ الصرخي الحسني.